السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة اليوم. قصة اليوم فيها بتكلم فيها عن موضوع مهم جدا بهم كل العقول، بهم كل النفوس الضعيفة والعياذ بالله. ففيه أسرة للأسف الشديد يعني نفوسها ضعيفة، إيمانها بالله ضعيف. كان أم طبعا أي أم تبقى عايزة تطمن على بنتها وتستر بنتها، فبنتها عدت بلغت لسن ما، فراحت للساحر. واحد للساحر قال لها، قالت له أنا عايزة أجوز بنتي وكده، ومعمول لها عمل وكده. قال لها معمول لها عمل ومرمي في البحر، وخد منها مبلغ كبير من المال. وبعد كده رجعت له تاني، كل ما ترجع له مرة واثنين وعشر ياخد منها المال. ده انتقل من البحر ده، راح للبحر ده، ده قرموط السمك كله، ده راح من البحر تاني. لما خلاها بعت له وراه واللي قدامها، في الآخر مرة بقى رجع له، فبتقول له يعني انت خدت مني مبالغ كبيرة وما حصلش. قال لها لا، لازم الأسبوع الجاي إن شاء الله هيجي لها عريس عنده سيارة شوفليريه كبيرة، وعمارة في منطقة فخمة، ومعرفة ملايين، وهتكسب ملايين الدولارات. استنت واستنت، مفيش حاجات. طب انت يا ساحر ما كسبتش نفسك انت ليه؟ ما نصبتش نفسك ليه؟ الصحراء الفجرة. رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام قال: من ذهب إلى ساحر أو عراف أو قراءة الفنجان فقد كفر بما أنزل على محمد. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أفضل منك لن ترى قط عيني، وأجمل منك لن تلد النساء. صلوا عليه وسلموا تسليما، ويا رب تكون القصة عجبتكم، وإلى اللقاء إن شاء الله، قصة جديدة بأمر الله.